السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل ان انت عندك كذا كتاب وعايز الخلاصة بتاعتهم او عايز بعض الاجابة عن الاسئلة اللي موجودة، ففي موقع اسمه مباطة ترفع له الملفات، لكن مشترط انه ما تكونش اكتر من 60 صفحة. طيب لو انا عندي اكتر من 60 صفحة قسمه، يعني اسأله 60 60 وهكذا يعني، او تشتري يعني في بفلوس بيبقى الامكانية اكتر. تمام، الفري 60 صفحة، لكن البرو مفتوح بقى مفيهوش اي مشكله خالص، وتقدر تديله كذا ملف في نفس الوقت. انت هنا تديله ملف PDF وبعد كده تساله فالاجابه تكون من قلب الملف دوت مع الاستعانه بشات GPT. طيب خلينا مثلا اقول له لم، وخلينا نختار ملف معين عشان ما يحصلش اي مشاكل نتيجه تحول ملكيه والحاجات ديت. اختار ملف بتاع تبعي، وبعد كده ممكن تسأله اي اختصار او تسأله اي سؤال يخطر على بالك يجاوبك كأن في حد متخصص في الكتاب او في حد قرأ الكتاب اكتر من مرة ويبدأ يجاوبك عليه. خلينا نقول له اوبن، نعوض، تبدأ بقى تسأل. مثلا جاب لك الإجابة وعمل لك زوم وهايلايت عليها، طيب ممكن تسأله مثلا عن اختصار معين، في مثلا هنا ايه، ممكن تسأله AI عايز اجيب لك الاختصار. ممكن تسأله سؤال يعني مثلا عندك كتاب في القانون، كتاب في الطب، تقدر تسأله ويبدأ يجيب لك الإجابة من الكتاب ده من المرجع ده.